مش مطلوب مني نزل شيء أبدا أبدا عندي. ساعتها حيلا شيء أنا بدي أعمله بعد ما أريد، بعد ما عم أتعرف على البايثون، أوكي، بعد ما عملت ولا أي شيء سيف، بس بدنا نبلش نعمل سيف ونشتغل totally على software real life، أوكي. بس طالما هلأ نحن بعدنا عم نتعلم على البيزكس أوف هيدا، كتير منيح لألنا. إذا جيت أنا قلت له char يعني character equal hello أو equal إيهاب، أوكي، ونزلت تحت قلت له print hello plus char, okay, قلنا له run hello إيها. فإذا بالنسبة لنا أخذ هال character أو هال series of character وحطهم directly مع الشيء اللي نحنا كتبنا. عادة فينا نقول له نحنا إذا أخذت نفترض D equal star أو hashtag، أوكي، زيد قلت له أنا print D times 10، أوكي، directly صار عندي 10 hashtag. عادة هيدا لشو مستعمله؟ بيستعملوها عادة حتى يفصلوا بين داتا وداتا، أوكي؟ فإذا أنا مش ضروري سمي كاركتر as كاركتر، يعني كلمة char اللي عندي مش ضروري تكون دايما متواجدة بكل الأوقات. يعني أنا فيني أقول له P equal بلال، أوكي؟ وفيني أقول له V equal فاطمة، أوكي. إذا جيت أنا قلت له هوني print P، أو خلينا print G، وبعدين جيت قلت له print P، أنا عملت غلطة هوني بقى. أنا عم بكتب شو هي هارد بين كوتيشنز، حطيتهمش تبع بلال، لأنه بحط اسم بلال بين كوتيشن مارك. 100% 100% تعرفوا أنه أنا اللي كتبته هو كاركتر، أوكي. إذا جيت أنا قلت له هون ران، أوكي، قبل فاطمة وهلا بلال كل واحد على سطر، عفوا، أوكي. إذا جيت أنا قلت له print، السؤال لهلا قبل ما أقول غير شيء، في شيء أي سؤال على هودة؟ بس عفواً، بس عفواً استجون، نحن السيشن بعد 10 minutes في limitation بالزوم فبتنتهي، فإذا حابب أنت يرجعوا بيعملوا rejoin على نفس اللينك، يعني نرجع منفوت على نفس اللينك بحال بدك تكفي، بس حبيت أبدي هالملاحظة. ما عندي أي مشكلة أنا ما في أي مشكلة أبدا، عندي بعد شي 6 سلايد بدون يخلصوا، ما في. أنا بالنسبة لي بس نخلص هالست سلايد يعطيهم العافية. إذا حدا عنده limitation خبرنا، نعمل غير شيء بغير طريقة، أوكي. هلأ في عندي شغلتين بدي أحكيهم هون، اللي هي الباور والديفيجن. إذا أنا بدي أعمل 2 to the power 3، أوكي، بكفي أقول له أنا هون
two, three. Okay, run. أعطاني دغري eight. يعني أنا بس يكون في عندي كمان بعتذر بعطوت عليه مزبوط. أنا بس يكون في عندي رقم وراء دغري اثنين ستار. أوكي فازن الرقم هيدا بيكون دائما to the power two أو to the power مش ضروري two. أوكي حسب الرقم اللي نحن عم نشتغلينه. يعني أنا إذا بدي 3 to the power 4 أوكي صار في عندي بهالشكل هيك. ماشي الحال؟ ماشي حال الباور؟ الديفيجن بدي انتبه إذا جيت أنا قلت له حيلا رقم حيلا رقم وراء 2 star فإذن بيكون to the power of. واضحة الفكرة سليم؟ يعني أنا إذا بدي إذا بدي تنفترين 4 to the power 2 4 to the power 2 هاي 4 هون to the power 2 صار في عندي دغري 16. اوكي اوكي عظيم. هلا بالديفيجن بدي انتبه لشغله. انا اذا بدي ريل ديفيجن يعني انا اذا اخذت 14 divided by 4 اوكي بيعطيني الرقم with comma الرقم المضبوط مثل ما هو. اوكي إذا أنا بدي بس الريزلت بكفي أقول له أنا 14 double division بيعطيني بس 3. أوكي أنا إذا بدي يعني أوكي عندي الكوشن وعندي الديفندد وعندي الريمايندر. اوكي فاذا انا اذا بدي الريمايندر بس تبعي اللي هو 3 اوكي بكفي انا اجي اقول له فورتين برسنتج 4 يعطيني ريمايندر يعني الريست تبع ديفيجن. اوكي يعني بمعنى تاني اذا جيت انا قلت له برنت فورتين ديفايدد باي 4 جيت قلت له برنت 14 4 وجيت قلت له print 14 percent 4 مين في يعطيني كل البرنت شو هتعطي قبل ما اعمل run؟ الله الوحده راح تعملها مثل ما هي هنا بين مزدوجين والثاني نفس الشيء الثالثة راح تعطي ريمايندر اللي هو 2 100%. فإذن أول وحدة بما أنه أنا حطيتها بين مزدوجين بدها تكتبها مثل ما هي والثاني طالما حطيتها بين مزدوجين بدها تكتبها مثل ما هي الجواب بده يكون بس على الثالثة بينما أنا إذا بدي رقم تعطيني الريزلت أوف مش لازم حطها بين مزدوجين. فإذا أول وحدة أعطتني 3.5 ثاني وحدة 3 وربع وحدة 2 بينما إذا رجعت للديتا أنا هون
وقلت له كما أو بس شو الفرق لما نحط quotation؟ الكوتيشن بيخدها as literal كلمة مثل ما هي. أوكي؟ يعني كتبت له سرين بيحط سرين. أوكي؟ كتبت له هي شو كتب بين هلالين بده يكتب. ما بيعطيك نتيجة كالكول. أوكي؟ بينما إذا جيت تقول أنا 14 division 4 equal okay 14 division 4 هون لاحظ الفرق كتبها وحط لي الريزلت وضحت الفكره بين البين مش بين كوتيشن نعمل الثانيه اوكي اذا جيت قلت له انا هون كما 14 4 جيت قل له أنا هنا 4 أعطاني شو قلت له أنا هون لحظة مش حاطط إيكوال ما حاطط إيكوال أوكي الباقي